السلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم. حافظ رحمه الله تعالى يستكمل الحديث عن الأشياء المهمة التي تتعلق بالرواة والتي لابد لطالب علم الحديث أن يكون على دراية بها. فمن هذه الأشياء معرفة المواليد والوفيات للرواة، يعني معرفة الراوي أين ولد ومتى ولد ومتى توفي وهكذا. وهذا ما يسمى بعلم التاريخ، هذا الذي يسمونه علم التاريخ. ومن أشهر المؤلفات والمصنفات فيه كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وله كتاب التاريخ الكبير والأوسط والصغير، وكذلك التاريخ لأبي خيثمة وغيرهم كثير. لأن بمعرفتها أي بمعرفة المواليد والوفيات يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، يعني للقاء الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، يعني أقوام ادعوا لقاء أقوام، ولكن الواقع خلاف ذلك، هم لم يلتقوا بهم ولم يأخذوا عنهم شيئا، وادعوا أنهم التقوا بهم وحدثوا عنهم. حتى أن بعض الناس ادعوا الرواية عن أقوام، فلما نظروا في التاريخ وجدوا أنهم قد وفقا لكلامهم يعني قد أخذوا عنهم بعض وفاتهم. فمن هنا يتبين أهمية علم التاريخ، الوفيات والمواليد. والإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: لما استعمل لنا الرواة الكذب استعملنا له التاريخ. فبالتاريخ يعرف كذب الراوي وصدقه، وبالتالي يعرف هل هذا الحديث مرسل ولا منقطع ولا متصل ولا إيه كيف بالظبط. وإخوان الإمام الحميدي رحمه الله تعالى يقول: هناك ثلاثة أشياء يجب على طالب علم الحديث أن يهتم بها. ومبمعرفتها. أول حاجة المؤتلف والمختلف اللي احنا كنا خدناه في المحاضرة السابقة، وكذلك علم العلل، وده برضه أخدناه في محاضرات سابقة، ووفيات الشيوخ. كل راوي متى توفي حتى نستطيع أن نحكم باتصال السند بالعدمية. يبقى العلل والمؤتلف والمختلف ووفيات الشيوخ، هذه ثلاثة أشياء يجب على طالب علم الحديث أن يهتم بها. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، بلدان الرواة وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب، يعني راوا اثنين رواة، واحد اسمه أحمد بن علي والآخر اسمه أحمد بن علي، هنعرف ده من ده كيف؟
بالنسبة ده أحمد بن علي البخاري وده أحمد بن علي النيسابوري مثلا. ففائدة معرفة الأنساب والأوطان والبلدان الأمن من تداخل أو تشابه الاثنين معا وتداخلهما معا. وطبعا من أشهر المصنفات في هذا الموضوع كتاب الأنساب للسمعاني، هذا من أشهر ما ألف في هذا الموضوع. السمعاني، حافظ السمعاني. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم اللي هم الرواة يعني تعديلا وتجريحا وجهالة. تعديل في نمرة واحد وتجريح ده نمرة اثنين والجهالة. هل الراوي ده في حد عدله؟ في حد وثقه؟ ده التعديل. في حد جرحه ضعفه قال عنه انه مثلا يضع الحديث يكذب نحو ذلك، هذا هو الجرح. او ان احنا لا نبقى عارفين هل هو ثقه ولا هو مجروح، مش عارفين عنه حاجه، يبقى دي الحاله الثالثه اللي اسمها الجهاله. ان لم يكون الراوي مجهولا. احنا خدنا قبل كده ان الجهاله نوعين، جهاله عين وجهاله حال. طبعا تعديل الرواة وتجريحهم ده أيضا ألف فيه الكثير من الكتب ومن المصنفات من الأئمة الكبار، من أشهرها كتاب الثقات لابن حبان، ولابن حبان أيضا كتاب المجروحين، يعني هو له الثقات والمجروحين مع بعض. وفي بقى بعض العلماء افردوا للضعفاء تصنيفا خاصا، فافردوا او جعلوا مصنفاتهم في الكلام عن الضعفاء، زي الضعفاء العقيم والضعفاء العجلي والضعفاء الدرقطي والضعفاء لابي نعيم والضعفاء الجوزي وابن ابي زرعه والذهبي والبخاري والرازي والنسائي، كل دول الفوا كتاب اسمه الضعفاء يتكلم عن الضعفاء من الرواة. حتى اذا اراد الباحث ان يبحث عن راوي يبحث فيها في هذه الكتب ليتبين هل هذا الراوي ثقه ام ضعيف. طبعا اكثر هذه الكتب التي تتكلم عن الضعفاء عندما يذكر الراوي لا يبين سبب الضعف غالبا، لا يبين سبب الضعف غالبا. طيب يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟ نتوقف في حال هذا الراوي، نتوقف في حال هذا الراوي ولا نأخذ بحديثه، لا لأنه ضعيف في نفسه ولكن لأن من ضعفه لم يذكر سبب تضعيفه وتجريحه لهذا الراوي. وهذه المسألة هنتكلم عنها لاحقا. لما؟ لأنك يعني في رواة في البخاري ومسلم الصحيحين بعض العلماء تكلم عنهم بالجرح وضعفهم، ولكن بالبحث والاستقصاء والتحري تبين لنا أن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قد يعني الصواب كان في جانبهم في رواتهم في اخذهم عن هؤلاء الرواة،
مع أن غيرهم قد ضعفهم، ولكن هذا الضعف غالبا يكون غير مفسر وغير مبين، لما ضعف هذا ولما جرحه وهكذا. ومن المهم أيضا معرفة أحواله تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو ما يعرف فيه شيء من ذلك، إما عدل أو ضعيف أو متهم يعني، أو ما يعرف فيه شيء، يبقى الحاجات اللي قالها الحافظ ان احنا نهتم بيها في معرفه الرواه. اول حاجه انك معرفه المواليد والوفيات اللي احنا سميناها علم التاريخ، ومعرفه الانساب والدار والأوطار، وبعد كده معرفة أحوال الرواة. طبعاً هو في كان قصة طريفة كده بتروى، يعني بالمناسبة الكلام على علم التاريخ، بعض اليهود جاء أظن في عهد معاوية أو في عهد العباسيين على ما أتذكر، وأخرج كتاباً فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر، وكان الكتاب شهد عليه بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه ومعاوية وغيره، فتحير الناس ماذا يفعلون، فذهب الكتاب إلى من؟ إلى الخطيب البغدادي، وقالوا له هذا الرجل اليهودي جاء بكتاب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى يهود خيبر من الجزية، والصحابة شاهدين على هذا العهد. فنظر الخطيب البغدادي في هذا الكتاب ثم قال لهم هذا الكتاب مزور. قالوا له ليه؟ ايش عرفك يا؟ قال لهم اول حاجه ان الكتاب هذا شهد عليه معاويه من ضمن الشهود، ومعاويه اسلم يوم الفتح، يعني بعد غزوه خيبر، وممن شهد على ذلك ايضا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ مات في موقعة بني قريظة أو في غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة كانت قبل غزوة خيبر بسنتين. سعد بن معاذ أصلا لم يشهد غزوة خيبر، ففرح الناس بكلام الخطيب ويعني عملوا اللي عملوه مع هذا اليهودي. فمعرفة التاريخ ومعرفة الأنساب ومعرفة أحوال الرواة. الأمر بقى الآخر والرابع، ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. يعني احنا عرفنا الراوي ده مجروح أو الراوي ده ثقة معدل، التوثيق والتضعيف نفسه كل واحد منهم له مراتب، يعني التوثيق ليس درجة واحدة، وكذلك التضعيف والتجريح ليس درجة واحدة، لأنهم يعني هم غير الحذاق من المحدثين أو غير المتمكنين من المحدثين، قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله،
فيضعفوا أحاديثه كلها. ومش شرط أن يكون أحاديثه كلها ضعيف، بل ممكن تكون بعض أحاديثه ضعيفة وبعضها صحيح. إزاي؟ إن هو يكون ضعيف في بعض المشايخ وثقة في بعض المشايخ الآخرين. يعني هناك من المشايخ من لازمهم وأخذ عنهم ورآهم والتزمهم، فهؤلاء يكون هذا الراوي ثقة في الأخذ عن هؤلاء المشايخ. مشايخ آخرين لم يلتقي بهم أو التقى بهم مرة أو مرتين، فلا يكون عنده أحاديث هؤلاء المشايخ كلها، فما نقدرش إن احنا نصحح أحاديثه عن هؤلاء المشايخ. يبقى ممكن الراوي يكون ضعيف في مشايخ وضعيف وثقة في مشايخ آخرين، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، بل بعضه كما قلنا. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا، اللي هي ايه؟ مراتب الايه؟ الجرح في الرواة، الأسباب جرح الرواة. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. طبعا هناك أيضا مصنفات كثيرة ألفت في الكلام على الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل. من أشهر هذه المصنفات كتاب الجرح والتعديل لابن أبي علي، لأبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل تكلم في مقدمة هذا الكتاب عن مراتب الجرح والتعديل، فأجاد فيها وأحسن يعني بما لا يدع مجالا لأحد بعده أن يأتي بالمزيد. لأبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، ودي يعني أرجو منكم يعني تحصلوا على هذا الكتاب وتنظروا في هذه المقدمة، مقدمة مفيدة جدا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. فالحافظ بقى هيتكلم أولا عن مراتب الجرح. ففي الجرح في التعديل هيتكلم أولا عن مراتب الجرح. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، تعبير بصيغة أفعل، زي إيه؟ كأكذب الناس، يعني هو مش كذاب بس، لا ده أكذب الناس، أكثر واحد بيكذب في الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع. يعني في وضع الحديث يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ركن الكذب، يعني الذي الشخص الذي يعتمد عليه في الكذب، ركن يعتمد عليه، ركن مثلا الحجر، فهذا ركن الكذب، يعني إليه المنتهى في الكذب ونحو ذلك. يبقى دي أسوأ مرتبة، حطوا كده على نمرة واحد. نمرة اثنين، ثم دجال أو وضاع أو كذاب. طب ليه خلى دي بعديها مرتبة دي نمرة اثنين؟ لأنها
أي هذه الألفاظ وإن كان فيها نوع مبالغة، يعني دجال موضع كذاب على وزن فعال، وفعال دي برضه صيغة مبالغة، لكنها دون التي قبلها، يعني أقل من التي قبلها في السوق، أقل من إيه أجدب الناس وإليه المنتهى في الوطن وركن الكذب ونحو ذلك. وكذلك برضو مع هذه المرتبة يدخل كلامهم متهم بالكذب، يعني دجال وضاع كذاب متهم بالكذب متهم بالوضع أيضا في هذه المرتبة. أبو حاتم وابن الصلاح وابن الجوزي جعلوا المرتبتين دول مرتبة واحدة، يعني المرتبة نمرة اتنين دي هي والمرتبة اللي قبليها سواء عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح وابن الجوزي، فلم يفرقوا بين هذه وهذه. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم، خلي دي بقى رقم خمسة، لا خمسة، ثلاثة وأربعة جايينهم، لأن دي أسهل الألفاظ. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين، يعني ايه لين؟ لا حافظ ابو حمزه السهمي سال الدرقطني بيقول انت لما تقول على راوي ان هذا الراوي لين فماذا تريد؟ ماذا تريد بقولك لين؟ فالإمام الدارقطني قال: لا يكون ساقطا ولا متروكا، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عنه العداله، يعني هو مش له ساقط وله متروك وله كذاب ولا نحو ذلك، بل هو متهم بشيء يسير يسقط عنه العداله أو لا يسقط عنه العذاب. التهم بشيء بسيط مثلا، إنه كان بياكل في الشارع مثلا، يعني ماشي في الشارع كده قاعد بياكل، الناس كلها شايفاه، وهو إمام مثلا بيحدث الناس، فما يصحش إن الناس تشوفه ماشي عم بياكل في الشارع. فهذا لا يجعله ساقطا أو متروك الحديث، ولكن هذا شيء اتهم به، ومع هذا فلا يسقط عنه العدالة، هو الرجل عدل في نفسه وثقة ونحو ذلك، لكن اتهم بشيء يسير، يعني بيسموها خوارم المروءة. شيء في خوارم المرور، زي ما قلت بياكل في الشارع، ماشي بيضحك في الشارع بصوت عالي ونحو ذلك. فهذه الأشياء يتهم بها الراوي، ولكن لا تسقط عدالته ولا تجعله متروكا متروك الحديث أو ساقط الحديث. هو ما يقدرش ان هو يقول ان هو ضعيف، هو يكتب حديثه وينظر فيه اعتبار، يعني نخلي الحديث بتاعته كده نجمعها نخليها على جنب ونشوف هل ليها موافق في
عند الرواة الآخرين ولا لا؟ وجدنا يبقى إيه؟ هذا يقوي هذا. ما وجدناش يبقى إيه؟ مطرح حديثه وكأنه مش موجود. فهو يكتب في حديثه اعتبار. أو يكتب حديثه اعتبار. ده معنى قوله فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، وتضيف عليهم كمان إيه؟ في حديثه ضعف على الألفاظ دي. وإيه تاني؟ برضه في عبارات الأئمة كده، ليس بذاك القوي، يعني مش هو ده الإمام القوي اللي يعتمد عليه، ليس بذاك القوي. كل الألفاظ دي داخلة في المرتبة رقم 5. فقولهم متروك، خليهم بقى نمرة ايه؟ 3. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط، يعني غلطه كثير، أو منكر الحديث. وضيف إليهم كمان واهن، ضيف الألفاظ دي كلمة واهن، الألفاظ اللي هتقروها في كلام الأئمة، تقول يقولوا الألفاظ دي واهن، مردود الحديث، ده أيضا داخل في رقم 5، ضعيف جدا. مطرح الحديث، واهن بمرة، كل دي ألفاظ الأئمة بيقولوها وتدخل تحت المرتبة الثالثة. فالحافظ بيقول كل الألفاظ دي، طب الأول الحاجات دي المتروك وساقط وفحش الغلط والكلام ده كله، هؤلاء لا يكتب حديثه ولا يستشهد به، يعني اللين وسيء الحفظ بتاعكم نكتب احاديثهم ونركبهم كده على جنب وممكن نحتاج لهم في وقت من الاوقات، لكن هؤلاء المتروك والساقط والفحش الغلط والمنكر الحديث والواهي والكلام ده الى اخره، هؤلاء لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به ولا يستشهد به مطلقا. أشد من قولهم ضعيف، دي مرتبة رقم 4. ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، يضيف عليه في نظر، ليس بثقة، مضطرب، لا يحتج به، كل دي داخلة في المرتبة الخامسة، ده إيه؟ شديد ضعف، المرتبة الأخيرة. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، هو كده انتهى من مراتب الجرح، جعلنا هنا 5 مراتب. وجاء
على خمس مراتب خمس ولا خمسة خمس خمس مراتب أكيد العدد من واحد تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتدريبا. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. هيكلم برضه يقسم مراتب التعديل زي ما قسم مراتب الجرح. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه. وأصرح ذلك التعبير بأفعالنا كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. كل دي أعلى ألفاظ التعبير. يعني إذا قيلت في شخص فقد بلغ المرتبة العليا زي البخاري وأحمد والإبعين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة والثوري وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري كل هؤلاء دول اللي بلغوا المرتبة العليا. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة ثبت مثلا أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. حافظ عبد الرحمن بن مهدي كان يحدث أصحابه فقال حدثنا أبو خلد فقيل له أكان ثقة؟ يسألوا عن أبو خلد ده اللي هو بيروي عنه أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا ومأمونا وكان خيرا لكن الثقة شعبة وسفيان. يعني اللي يتقال عليهم ثقة شعبة أمثال شعبة وسفيان. أبو ده الراجل ده كان صدوق ومأمون وكل الصفات حلوة فيه كتير أوي لكن لا يبلغ إلى أن يكون ثقة لم يبلغ درجة شعبة وسفيان الثوري. والمروزي بيسأل الإمام أحمد بن حنبل بيقول له عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال له أحمد أتدري ما الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان يعني يحيى وأمثاله هم دول اللي يتقال عليهم ايه؟ ثقات. طيب وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى. طبعا الشيخ نور الدين عدر حفظه الله تكلم على هذه المراتب مراتب التعديل وذكرها بالتفصيل في الهاج في الحاشيه. نقراها كده سريعا ونعلق عليها. المرتبه الاولى وهي اعلاها شرفا مرتبه الصحابه رضي الله عنهم. المرتبه الثانيه وهي ما جاء التعديل فيها بما يدل على المبالغه مثل أوثق الناس إليه المنتهى في التثبت لا أعرف له نظيرا ونحو ذلك.
المرتبة الثالثة إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين لفظين زي مثل إيه سبت حجة أو ثقة سبت مثلا، أو مع إعادة اللفظ كإيه ثقة ثقة أو سبت سبت. المرتبة الرابعة من فرض بصيغة دالة على التوثيق أي اتصاف الراوي بالعدالة والضبط، ثقة حجة إمام، والحجة أقوى من الثقة. ويدخل في المرتبة الرابعة أيضا قوله متقن، متقن أو كذلك يدخل فيها ضابط. المرتبة الخامسة ليس به بأس، صدوق مأمون محله الصدق. حافظ ابن حجر في كتاب التقريب وفي كتاب التهذيب له زاد ألفاظا تتعلق بهذه المرتبة مثل صدوق سيء الحفظ، يعني هو صدوق ولا يتعمد الكذب لكن ما حفظه فيه شيء ينسى أحيانا، أو صدوق يهم، أو صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أو صدوق تغير بآخرته، يعني إيه؟ لما كبر في السن ابتدى إيه؟ الأمور تختلط عليه. فكل هذه الألفاظ زادها الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب وكتاب التقريب. طبعا كتاب التهذيب والتقريب ده من أسهل الكتب، يعني هو التقريب اختصر التهذيب من اثنين الحافظ ابن حجر. التهذيب حوالي 11 مجلدا، اختصره الحافظ في مجلد واحد كبير سماه التقريب، وهو يعني يعد من أسهل الكتب التي يبحث فيها عن أحوال الرواة. يذكر اسم الراوي ويذكر الحكم فيه بكلمة أو كلمتين على الأكثر، وهو مرجع مهم جدا لطلبة الحديث. لا ما كانش يقرأ في المدارس، لكن في بعض المشايخ كانوا بيحفظوه. كان يحفظ كتاب التقريب ده مثلا، ويبقى مستحضر الأسماء التي فيه وما قال الحافظ فيه، بخلاف طبعا كتاب زي التهذيب أو تهذيب التهذيب أو الميزان للذهبي، فهذه كتب كبيرة مراجع. لكن التقريب يعني سهل إنك تبص فيه مع التكرار والمداومة تستطيع أن تحفظ ما في هذا الكتاب. المرتبة السادسة ما أشعر بالقرب من التجريح وهي أدنى المراتب، ليس ببعيد من الصواب. يسأل الشيخ عراوي يقول ليس ببعيد من الصواب، أو الشيخ يعني الشيخ دي تشعر بأنه يعني هو مجرد شيخ بس بيروي الأحاديث، فتعتبر يعني أدنى مراتب التعليم. يروى حديثه، روى عنه الناس، ويدخل فيها أيضا يعتبر به. آه
صالح الحديث بعض العلماء كان يقول صويلح تصغير صالح يعني لأنه لسه يعني ابن حجر في التقريب بقى زاد كلمة إيه مقبول وهو مشهور بهذه الكلمة وهو أول من أوجدها مقبول يعني أدنى مراتب التعليم وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هنا هاهنا لتكملة الفائدة فأقول تتعلق بذلك يعني بتزكية وتجريح الرواة مقصود بكلمة ذلك تعديل وتجريح الرواة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها أي أسباب التزكية يكون عارف بشروط وأسباب التزكية دول الأئمة الكبار لا من غير عارف يعني لا نقبل التزكية من غير عارف أو من مجرد واحد كده إيه راوي الأحاديث لا إحنا لا نقبل التزكية إلا من إمام عارف بأسباب وشروط التزكية لئلا نزكي يعني غير العارف يعني لئلا نزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار يعني يجد راوي مثلا يروي حديث فيه غرابة يروح مضعف الراوي ده على طول ده اللي هو غير متمكن ولو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد على الأصح يعني تقبل التزكية حتى ولو كانت هذه التزكية صادرة من مزكي واحد فقط طبعا قول الحافظ على الأصح يشير إلى أن في المسألة خلاف ولكن الأصح أن التزكية تقبل من مزكي واحد طب قالك ليه نكتفي بالتزكية من واحد فقط قالك لأن المزكي للراوي ده إذا كان ناقلا عن غيره إذا كان ناقل عن غيره هذه التزكية فده من باب الإخبار والأخبار لا يشترط فيها العدد يعني لما أنت تيجي تخبرني بخبر مجرد خبر أقولكش لا أروح معاك اتنين تلاتة يشهدوا معاك ده خبر فهو بينقل عن غيره هذه التزكية لهذا الراوي فده من باب الأخبار والأخبار لا يشترط فيها العدد ده إذا كان الراوي ينقل التزكية دي عن غيره طب وإذا كان مجتهدا من قبل نفسه يعني هو بيزكي هذا الشخص اجتهادا منه فهذا يدخل أو يعد بمنزلة الحاكم هنا بمنزلة الحاكم أو بمنزلة الحكم هو أصدر حكما على شخص بأنه ثقة أو بأنه كذب والاجتهاد والحكم لا يشترط فيه العدد أيضا يبقى سواء هو ناقل للخبر أو مجتهد من قبل نفسه ويحكم على هذا الشخص من قبل نفسه فهو في الحالتين لا يشترط العدد بل يكتفى بواحد فقط
وده المذهب اللي سار عليه الحافظ ابن حجر. زي ما قلت هو لما أشار بقوله على الأصح أشار إلى وجود خلاف في هذه المسألة. يعني بعض العلماء يقول لك لا، لابد أن يكون اثنان، أو لا يعني لا يقل المزكي أو عدد المزكين عن اثنين. ليه طيب؟ قال لك قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، وحقيقي الكلام ده. خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا بالعين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني معنى كده أن برضو حتى التزكية في الشهادة فيها خلاف برضو. لأن المقصود بقوله بالشهادة أي بالتزكية في الشهادة، يعني واحد راح يشهد عند القاضي، فالقاضي عاوز يعرف الراجل ده راجل يعني كويس عدل ولا مش عدل. يوم يجيب واحد يشهد يقول لا الراجل ده كويس، يقوم القاضي ياخد بشهادته، يبقى ايه؟ تزكية الشهادة وتزكية الشهادة. خلافا لمن شرط انها لا تقبل الا من اثنين الحاقا لها بالشهاده، اي بالتزكيه في الشهاده في الاصح ايضا. قال لك لان الامام ابو حنيفه وابو يوسف اكتفوا بواحد فقط في التزكيه في الشهاده وفي الروايه. الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف اكتفوا بواحد فقط في التزكية بالشهادة وبالرواية أيضا، وده أيضا مذهب القاضي الباقي اللاني والتاج السكي. والفرق بينهما بيني وبين الإمام بين مزكي الراوي ومزكي الشاهد، الفرق بينهما ايه؟ هيقول ان التزكية تنزل منزلة الحكم، حكم بزكاته يعني، فلا يشترط فيها العدد. والشهادة اي الشهادة يعني على زكاة الراوي تقع من الشاهد عند الحاكم، فافترق. يعني هناك فرق بين تزكية الشهادة وتزكية الرواية. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني الحافظ يقول لو فرد ما بين التزكية في الراوي هل هي مستندة إلى اجتهاد المزكي ولا يكون ناقل عن غيره، فبيقول لو قالوا كده لكان متجها. ومعنى كلام الحافظ ده ان هو مش راضي برضه عن الكلام ده، لكن هو بيقول ايه؟ يعني لو قالوا كده كان يمشي، لكن الحافظ بيقول مذهبه يعني انه يكتفى بمزكي ولو واحد فقط. فإنه إن كان الأول، أول يعني اللي هو المزكي ده مجتهد من قبل نفسه يعني، فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني اللي هو النقل عن الغير، سمع واحد من المشايخ بيقول إن فلان ده إيه؟ ثقة أو عدل،
بيرجل عنه. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد في النقل يعني، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد. ليه؟ لأنه خبر والعدد لا يشترط في قبول الخبر. فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن. واحد زي الإمام البخاري، واحد زي الإمام أحمد، واحد زي الحافظ الجماعي، هؤلاء الأئمة الكبار دول اللي يقبل منهم الجرح والتعديل. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. يعني زي المثال اللي انا قلته لكم، واحد مثلا مش بيضحك في الشارع ولا بياكل في الشارع، يقول ده رد حديثه كله. يعني هذا افراط في الجرح، كما لا تقبل تزكية من اخذ بمجرد الظاهر فاطلق التزكية. يعني زي ما نفرطش في الجرح لا نفرط في التزكية وفي تعديل وتوثيق الراوي. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ ان احنا لا نقبل الجرح أو التعديل إلا من إمام، لأن كثير أو لو فتحنا هذا الباب يعني هتلاقي كثير من الأئمة بل معظم الرواة لم يسلموا من الجرح، حتى الأئمة الكبار، الأئمة الكبار لم يسلموا من الجرح ومن الكلام. فإذا فتحنا الباب لكل أحد أن يتكلم في الرواة، يبقى من يسلم، يبقى كل الرواة بما فيهم الكبار دول ضعفاء ولا يؤخذ حديثهم. لذلك قيد الأئمة ذلك بكون المزكي أو الجارح أو المعدل أن يكون إماما من الأئمة الكبار. كالبخاري وأحمد وهؤلاء. والإمامة في حد ذاتها تعديل. الإمامة في حد ذاتها تعديل، لما يقال عن واحد زي البخاري إنه إمام، دي في حد ذاتها تعديل، حتى لو تكلم فيه بعض الناس. يبقى إمامة الشخص في حد ذاتها للتعبير. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. لكن في برضه نقطة، هنفترض إن الإمام من الأئمة زي البخاري مثلا، يشترط في صحيحه ألا ينقل إلا عن عدل وعن ثقة، فبمجرد رواية البخاري عن هذا الراوي في الصحيح هذا في حد ذاته تعديل له، والا نصرح بذلك. واضحه النقطه دي؟ شرح. الامام البخاري معروف انه لا يروي الا عن ثقه ولا يدرج
حديثا في صحيحه إلا حديثا صحيح رواته ثقات. هذا معناه أن الرواة الموجودين في صحيح البخاري معدلون من قبل البخاري، وإن لم يقل البخاري صراحة ذلك. ليه؟ لأنه مذهبه أن لا يروي إلا عن ثقة. أي واحد هينبت في كتابه الصحيح يبقى ده توثيق من البخاري دي. بعكس الكتب التانية مثلا زي التاريخ الكبير أو الأدب المفرد، البخاري لم يشترط الصحة فيه، فيبقى وجود هؤلاء الرواة في كتاب مثلا الأدب المفرد لا يعد تعديلا من البخاري لهؤلاء الرواة. وضحت النقطة دي؟ واضحة؟ وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء، استقراء والتتبع التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق الضعيف، يعني ممن اشتهر ضعفه، واحد اشتهر ضعفه، لا تجد من أئمة واحد يوثقه واحد ضعفه أو يختلف عليه، ولا على تضعيف ثقة، واحد ثقة وإمام كبير مش هتجد عليه اختلاف بين اثنين من الأئمة الكبار، يعني مش هتلاقي واحد بيقول عليه هذا ضعيف والتاني يقول عليه ثقة. هذا معنى قولي لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق الضعيف ولا على تضعيف ثقة. نعم، ولذلك أنا قلت مما اشتهر ضعفه أو اشتهر توثيقه. نعم، البخاري ما يختلفش عليه اثنين، الإمام أحمد ما يختلفش عليه اثنين، ابن معين ما يختلفش عليه اثنين، يحيى بن سعيد القطان ما يختلفش عليه اثنين، شعبة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كل دول ما يختلفش عليهم اثنين. مش هتلاقي واحد بيقول لك ده سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة ده ضعيف. فلا بد من وضع القيد ده، مما اشتهر ضعفه أو اشتهر توثيقه. عشان العبارة تبقى واضحة وماشي. ولهذا كان مذهب المسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. الإمام المسائي في كتبه في السنن وغيرها كان لا يترك الرواية عن الرجال إلا إذا اجتمع، أو لا يترك الرواية عن الرجل إلا إذا اجتمع العلماء على تركه. والإمام المسائي عنده الأصل في الراوي العدالة. الأصل في الراوي العدالة. مش كده وبس، مش الأصل العدالة وبس، لا، قال لك ده لو في بعض الناس عدلوه وبعض الناس جرحوه. الإمام النسائي خلافا بالجمهور، هو الوحيد يقول لك العدالة مقدمة على الإيه؟ على التجريح. الإمام النسائي جميع الأحاديث في سنن النسائي عند الإمام النسائي صحيح أو حسن. لا مش لازم. لا، هو الإمام النسائي في كتاب السنن لم يشترط صحة الحديث إطلاقا زي مثلا البخاري ومسلم.
لم نشترط هذا. لكن ممكن نقول ان على اقل الاحوال هذه الاحاديث لا تنحط مثلا عن رتبة الحسن عندهم. عنده هو. وهتلاقي مثلا أئمة بيضعفوا أحاديث كثيرة في المسائل، بل ربما يحكمون عليها بالوضع. وده ناتج من إيه؟ من الحتة دي. الإمام النسائي عنده الأصل في الراوي العدالة. طب في ناس ضعفوا هذا الراوي، وفي ناس وثقوه. هو عند الإمام النسائي العدالة والتوثيق والتزكية مقدمة على الجرح والتضعيف. طبعا ده قلت زي ما قلت بخلاف الجمهور. الجمهور لا، عندهم الايه؟ الجرح مقدم على التعديل. ليه؟ قال لك لأن الجارحة معه زيادة علم. يعني هو يضعفه لأنه عرف عنه حاجة زيادة المزكي هذا لم يعرفها. أنا بقول على فلان إن ده فلان ده مش كويس، أو فلان ده سيء، وشخص آخر يقول عنه إن هو يعني لم نرى منه إلا خيرا مثلا. فأقدم اللي بإيه؟ لا، اللي عند المسافر. عند الجمهور لا، أقدم اللي جرحه. ليه؟ اللي بيجرح رأى منه شيئا لم يره الآخر الموثق، أو علم عنه شيئا لم يعلمه الموثق. وده برضه شروط، ان ما يكونش هذا الشخص الذي يجرح يكون في بينه وبين هذا الشخص تعصب مذهبي مثلا هذا سني وهذا شيعي، فيقوم يجرحه من اجل هذا ويحمل عليه من اجل هذا. إن يكون في تحاسد، ومعروف إن الاثنين دول بيحسدوا بعض وبيغيروا من بعض. مثلا الإمام يحيى بن معين تكلم في الإمام الشافعي. طبعا لما الإمام أحمد عرف الكلام ده أو سمع به، فقال أيعرف ابن معين الشافعي؟ لا يعرفه ولا يعرفه. ومن جهل شيئا عاداه. وبعض العلماء قال لك هو كان في يعني شويه حسد كده بينهم وبين بعض، والامام حافظ ابن معين شافعي، الامام الشافعي الناس كلها بتبجله، حتى الامام احمد حكت لكم القصه ان هو كان بيسيب دروس الائمه الكبار، مش دروس الايه؟ دروس مجالس التحديث، يترك مجالس التحديث للأئمة الكبار ويروح يحضر الإمام الشافعي. لما بيسألوه بيقولوا له يعني أنت تسيب الأئمة الكبار دول وتحضر لهذا الشاب؟ فقال له حديث فاتك بعلوم تجده بنزول، ولكن إن فاتك علم هذا الفتى لن تجده إلى يوم القيامة. فيبقى شرط برضو ان الجرح مقدم على التعديل، ان هذا الجرح ما يكونش فيه بينه وبين من جرحه تعصب او مخالفه في المذهب او حسد او غيره او نحو ذلك من الامور التي قد يحمل عليه بسببه. والله تعالى اعلى واعلم. Gracias.
الفرق بينهما أي بين مزكي الراوي ومزكي الشاهد، الشاهد من أمام القاضي والراوي اللي بيروي الحديث. أنا باجي بزكي الراوي راوي الحديث أو بزكي الشاهد اللي هيشهد أمام القاضي ده حتى يأخذ القاضي بشهادته. فبيقول الحافظ بيقول: والفرق بينهما أي بين هذا وهذا أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدل. تزكية الراوي لا يشترط فيها العدل لأنها تنزل منزلة الحكم، والشهادة على زكاة الراوي تقع من الشاهد عند الحاكم، تقع من الشاهد عند الحاكم، الشاهد يشهد أمام الحاكم، فأنا آتي وأزكي هذا الشاهد. فالحافظ بيقول إن هناك فرق بين تزكية الشاهد وتزكية الراوي، هناك فرق بين تزكية الراوي وتزكية الشاهد، واضح؟ يعني أن الإمام المسائي خالف من الروح. قال لا، الكلام ده بقى في الفقه، لكن هنا يشعر ان هناك خلافا في المسائل، ولكن او فيها قولين مثلا او وجهين، والاصح منهما كان قلنا ده في الفقه. الكلام ده في الفقه يمشي، قبل الاصح الصحيح. هنا لا، الاصطلاح ده ما تمشيهوش في الايه؟ هنا في المصطلح الحديثي. غايه ما نفهم من عباره الحافظ من قوله في الاصح ان المساله فيها خلاف، والحافظ اختار راي معين، او جماعه من العلماء او الجمهور اختاروا رايا معينا. واضح؟ نعم، المقابل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. متشدد بمعنى ايه؟ قد ضعف فلان وهو ثقه يقول. لا، هو مش كده، هو يقال ان الامام الذهبي كان يعني متشددا في الكلام على الائمه الاشعريه. الامام الذهبي كان متشددا في حكمه على الرواه والائمه الاشعريين، فيتكلم عنهم بكلام يعني فيه شده ولا يليق. لا، لماذا؟ لانه تاثر بابن تيميه، تاثرا شديدا بابن تيميه. لكن الإمام الذهبي حتى في تعليقه على مستدرك الحاكم
وصفه العلماء بالتساهل أيضا. وصفه العلماء بإيه؟ بالتساهل. يعني الحاكم يقول يورد حديثا يقول هذا على شرط الشيخين ويوافقه الذهبي، وهو في الواقع ليس على شرط الشيخين. فالإمام الذهبي يعني وصفه بالشدة والقسوة في الحكم على الناس وكذا، هذا كان خاصة مع الأشعريين رحمه الله جميعا. هل هو يعني الإمام الذهبي من تلميذ ابن تيمية؟ لا أعتقد أنه كان معاصرا له، كان معاصرا لابن تيمية وتأثر به تأثرا شديدا، لكن ما نقدرش نقول أنه هو تلميذ يعني على ما أذكر يعني. وهناك بعض العلماء من أرسل رسائل إلى الإمام الذهبي يعني يكلمه وينصحه بأن يعني ينحى هذا المنحى ويذهب هذا المذهب ويتابع ابن تيمية في كل ما يقوله. بعض العلماء كان يرسل رسائل الإمام الذهبي لذلك، ومن هذا يعني من باب النصيحة ينصحه يعني. فالإمام الذهبي كان معروف عنه زي ما قلت لكم أن هو يعني كان يحبر على الأشعرية تأثرا بابن تيمية. الإمام الدقيق العيد رحمه الله بيقول إيه؟ أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقف على شفاهها اثنان: المحدثون والحكام. حاكم أو القاضي والمحدثون. المحدثون يقول ده فلان ده مش كويس، ده فلان ده ضعيف، ده فلان ده كان بيعمل كذا وهكذا. فابن دقيق العيد كان بيقول يعني يقول ان اعراض المسلمين حفره كانها حفره من حفر النار، واقف عليها اثنين: المحدثين والحكام. وده لان الامام ابن دقيق العيد رحمه الله كان يعني شديد التحري في كل ما يقول، حتى ورد عنه انه قال: ما تكلمت بكلمه الا اعددت لها بين يدي الله جوابا يوم القيامه. يعني ربنا يقول انت قلت كذا ليه؟ في جواب عندي، انا قلت كذا ليه؟ فهل مثلا انت وقعت في قلت كلام عن فلان عن اخيه مش عارف ايه الكلام ده؟ الامام الضابط العيد كان شديد التحري في كل ما يقول، تصل الى درجه انه يحسب كل كلمة يقولها ويرد لها جوابا بين يدي الله عز وجل، لا يصل إليها إلا الأئمة الكبار يعني الذين طور الله قلوبهم وعور أصابعهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وسلم تسليما كثيرا.
مثلا الالم الواحد